السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بعد هذا الغياب نتاعي راني رجعت لكم بسبب الجمهور تاعي اللي طالبني بالبزاف، راني مع قناة البلاد، نشكرهم على هذه المبادرة اللي عملوها، ونواصل دائما معكم هذه الكيفيات بمناسبة هذا الضيف شهر رمضان له ضيف علينا. واليوم نبدأ بدون إطالة بالكيفية الأولى. عندنا ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى هي عبارة على كويرات البطاطا بالشامبينيون، كروكيت تو شامبينيون، حاجة خفيفة جدا اللي نجم اللي نوصل نقدموها في بداية الأكل بدل مثلا بوراك، نقدموا هذا الكويرات هذو، حاجة خفيفة ومليحة. والطبق الثاني هو قالب الجلبانة، والطبق الثالث هي حلوة توجدوها بمناسبة السهرة في السهرة، تناسب مع لاتاي في السهرة اللي هي لي ليبانيز. نبداو نشرحوا بسم الله في الكيفية الأولى اللي هي كويرات البطاطا بالشامبينيون، لي كروكيت دو شامبينيون. إذا لهذا الكيفية نحضر، انتبهي المليح الأخت ومن بعد نشرح لك الكيفية كيفاش تحضريها. نحضر رطل بطاطا، لي رطل بطاطا نطيبوها، وطيبيها الاخت باش ما تدخلكش الماء وما تنحلكش كيما عجينات البطاطا، تقريبا كيما عجينات عفوا البطاطا. طيبيها في الماء والملح ولكن بدون ما تقشريها باش الماء ما يدخلكش. الا قشرتيها يدخل لك الماء وراكي تقليهم راهم ينحلوا لك في المقله تاعك، اذا ما تنقيهاش. رطل البطاطا تحطيها تطيب بالماء والملح، وهذاك السخونه تنقيها بواسطة فرش اون فورشيت فولي ليكرازي، معناها تلبزيها هكذا، تحصلي على جوغ دو بيغي. نحطوا لها 150 غرام من الشامبينيون مقطع صغير، وديري له شويه تاع الزيت، واحد مغرفه تاع الزيت، وتقليه في مقله، مغرفه فقط، شويه فقط تقليه شوي، نحيه تشليه وتقطعي قطع صغيرة وتوسي في مقلب بمغرفة تاع الزيت، شوية تاع المعدنوس، واحد مغرف تاع ماكلة مقطع رقيق، 100 غرام من الفخوماج غابي، شوية تاع لا شابلوغ، هو الخبز اليابس باش ما نرموش، يلعب دور كبير جدا في المطبخ، نقدروا نحضروا به عدة أشياء. إذا ها هو شابلوغ، زوج حبيبات تقريبا تاع بيض حسب كيما تكوريهم، نورمالمون زوج حبيبات كفايه. اما بالنسبه للتوابل، شويه تاع الفلفل، ما تكتريش بزاف الفلفل، كحل، ملح، وراكي حطيتي ما تنساش في الماء كي غليتي البطاطا راكي حطيتي الملح، اذا هنا حطي فقط ان سوبسون شويه فقط ودوقيها. وجوز الطيب، نوا دو ميسكاد شويه هكذا على راس المغرف تاع القهوه نتاع نوا دو ميسكان. اولا ناخذ البطاطا، كنت شرحت لكم بعد اللي طيبتها في الماء والملح بالقشره نتاعها باش ما تدخلهاش الماء وما تنحللكمش، وهذا الشيء قلت نعاود نذكره، طبقوه على مثلا عجينه البطاطا. دونك نحطها هنا هاني، وهكذاك سخونه ما تخليهاش تبرد باسكو ما تنجمش ما توسوها ما توسيلكمش مليح، يعني با سيكرازي بزاف. فوالا ها نحطها هنا هاي، نحط عليها الشامبينيون مقطع صغير هكذا، ونحطوا له مغرفه تاع الزيت وندكروه اللي هي قلت 150 اللي طل من البطاطا. نخلطهم مليح هكذا ولذيذة جدا، وتحطيها في بدل البوراك تبدلي شويه، ديري هذه العجينات وتحطيها عفوا كمقبلات كومونتري. وتنجمي ثاني الاخت تقدري لكن درتي مثلا بولي غوتي ولا اسكالوب ولا مثلا بولي دي زوسي ولا حاجه من القبيل، لحوم بدون حاجه اشياء بدون مرقه، تقدري تقدميها بهذه العجينات، ديريها زيادات، تحطي اللحم تاعك وديري عليها هاد العجينه بوغ اكومبانيوما. فوالا ها هي، نزيد لها الان المعدنوس مقطع رقيق، ها هو،
نزيد لها كذلك فرماج، ها هو قلت 150 غرام فوالا، ونخلطها مليح هكذا. جيساي ديكرازي هكذا بالمغرفه هكذا باش تحصلي على واحد الخليط، ها هو مليح هكذا هكذا، شوفوا ها هي. والان ندير لها التوابل، نعمل لها شويه نتاع فلفل اكحل، ما نكثرش الفلفل الاكحل بزاف، ها نعمل لها غير شويه على خاطر فيها الشامبينيون فيها الفروماج، كي نعمل الفلفل بزاف ما لازمش نحط فروماج، الفروماج ما يجيش مع الفلفل ومع الفلفل الحمراء، لا الفروماج عنده اطباق خاصه به، ماشي في كل طبق نعمل الفرماج، الا عملت هنا الفرماج ما نكثرش بزاف لي زيبيس. دونك نحط شويه تاع فلفل ماشي بزاف، فلفل عفوا ملح، باسكو رانا درنا في الماء وين غلينا، لكن ما نحطش بزاف. ونحط كذلك جوز الطيب، هنا نحط جوز الطيب، جوز الطيب تتماشى مع الفخوماج غابي، تتماشى معاه في بوكو دو غراتا مثلا، نحطو جوز الطيب، فوالا نعمل هذه هنا. وهنا نزيد نخلط التوابل اللي كنت عملتهم، اللي هي شويه فقط من الفلفل، خاطر عملنا الفخوماج ما نعملوش بزاف الفلفل، كي نعملو الفخوماج فوالا هكذا. نحط حطيت شويه تاع الملح مش بزاف، خاطر كنا طيبنا البطاطا في الملح فوالا، وعملت لها جوز الطيب طيب لنا مليح. والان رانا كملنا، الان ناخذ نستعمل يدي باش نزيد نخلطها مليح، ومن بعد لابانيوغ. بالنسبه لل البيض ولا شابلوغ، هنا ندير البيض هو الاول ومن بعد لا شابلوغ، نحطهم هنا ومن بعد، ونحط شويه تاع الملح في البيض باش ما يجيش صامت. هنا بسم الله نعمل يدي فوالا، نخلطها مليح ونشوفوا لا كاميرا باش تشوفوا كيفاش الخليط يجي يجينا كي شغل العجينه تاع البطاطا. ها هكذا، اللي تحب دير لها تعطيها ان بتي سوبسون تاع اون كولور، تحط لها شويه زعفران ليجيرمون باش تديها ان بو جوناتر صفراني، ان بو شويه صفر، تحب تخليها ناتور هكذا تخليها ناتور. بون الان ساهل ماشي حاجه واعره، نعمل فوالا هكذا، ناخذ كويره ما تكونش كبيره بزاف خاطر نعملوها في العشابلور، شوف نكورها هكذا هكذا، ومليحه الاطفال مليحه بزاف الاطفال. دونك هنا نحطها هنا، ندير كويرات، ولازم يكون عندهم نفس الحجم، ماشي وحده كبيره وحده صغيره، لازم نشوف باش يكونوا كلهم نفس الحجم فوالا. هاني نزيد حبيبات ومن بعد نشوفوا، نديرو هكذا هكذا، ها فوالا. وكما قلت في البدايه تقدروا تقدموها كمقبلات، معناها كومونتري، كما تقدروا تقدموها مع لحوم تناسب مع لحوم سواء حمراء او بيضاء. نزيدو حبيبه ونشوفوا حتى تكملي كل الكميه اللي عندك، ولا كان مثلا شتي كميه كبيره ما تفسدلكش، قلي الشيء اللي تستحقيه النهار الاول، وبعد الاخر ديري عليه بابي فيلم حطيه في الثلاجه، وتقدري تستعمليه الغدوه ولا تستعمليه. الان فوالا ناخذ واسيها مليح في هنا زوج مرات، نعملها زوج خطرات، نواسيها هنا شوفوا هكا، نعاود نرجعها في البيض باش تجي عندها اون بال كروت، ونعاود نرجعها في لا شابلوغ زوج مرات فوالا، ونواسي لها هكذا باش الحجم باش تجي الشكل نتاعها يجي شباب فوالا. نديرها هنا ها ها، نعمل هكذا فوالا، نوسيها هكذا، نعاود نرجعها دو فوا فوالا باش لاكروت تجي شابه، نديرهاش مره واحده فوالا، نعاودها هنا ونعاودها زوج مرات، وهكذا ما تفسدش، وما دابيك
ما تقليهاش تو تسويت، معناها خليها ديرها في الثلاجة وخليها حتى تشد روحها باش ما تنفتحلكش. كي تعمليها هكذا نكمل بهذوك، هكذا درت لهم ديجا دو، ونولي نمشي الاخرى. فوالا نوسيها هكذا، نحطها هنا، نوسيها هكذا، فوالا نكملوا هذوك الزوج. وتخليها ماذا بيك مثلا لكان تقدميها حطيها ديري اعمليها الصباح، حطيها في الثلاجه وخليها، والحشيه نحيها وقليها ما تفسدلكش وتقعد لك شابه ما تنحلكش في المقله. ما ديريهاش تو تسويت وتقليها، خاطر تو تسويت راهي طريه بزاف وتنجم تنحلك في المقله. دونك هادو هما لي زاستوس اللي نقول لك عليهم واللي نوصيك عليهم. هذا ما كانوا اي فوزالي بيان لي غيوسير. هكذا دونك نغسل يديا ونمشي ندوها. فوالا دونك كيما شرحت، بعد اللي تكملوهم هكذا ديروا لهم بابي فين وتحطوهم في الثلاجه وتخلوهم تقريبا الا قل 30 دقيقه. كي تمسوهم هكا شو دروك راهم طريين، تصيبيهم شدوا رواحهم يكونوا ما ينحلولكش في المقله. ومن بعد تقليهم، وإلا كان عندك بزاف تنجمي تخليهم تقلي اللي عندك، والاخر اللي كان عندك بزاف حطيه، والغدوه ان شاء الله زيدي قليه وحطيه. هكذا دوك نوري لكم كيفاش. لا هنا راني درت الزيت، هنا نحطوا الزيت، الزيت يكون بزياده، نحط شويه تاع زيت باش نشرح لكم فقط. هكذا نزيد شويه، كون دايره شويه نزيد شويه. فوالا ما يغطوهمش لا موتشي، لازم الزيت توصل لا موتشي نتاع في لا موتشي تاع الكويرات هادو اللي تحطيهم. تحطي الزيت تسخن، ومن بعد كي تشوفيها سخنت تحطيهم، تنقصي للنار وتخليهم يتحمروا، تحطيهم سيغ دو بابي دا ابسوربون، ومن بعد تحطيهم في صحن التقديم. ناخذوا فاصل ونرجعوا معاكم باش نكملوا الكيفيه الثانية. نواصل معكم دائما الكيفيات، والآن نمروا للكيفية الثانية اللي هي كنت قلت لكم عليها في البداية، اللي هي قالب الجلبانة على هذه الطريقة. أولا لكيلو من الجلبانة تنقيها، ها هي كيلو جلبانة، نحطوا لها طرف من الدجاج كل اخت المقدور تاعها. يستحسن باش الشكل نتاعها يجيك جميل تحطي الفخاد، معناها لي كويس الا قدرتي، الا ما قدرتيش كانوا عندك طراف اخرين استعملي الشيء اللي عندك، ولكن بالجلبانه وليست باللحم. نحطوا لها الجلبانه هذه، تبغي البصل بزياده نحطوا لها بصله صغيره ولا نص بصله كبيره مقطعه هكذا غابي. نحطوا لها الملح طبعا عادي، نحطوا لها شويه تاع فلفل كحل، قرفه شويه قرفه، الى عندك تاع العود حطي تاع العود، الى ما عندكش حطي شويه تاع الغبره. صحيح مستحسن تحطي تاع العود باش المرقه تجيك صافيه ما تجيكش كحله، باسكو هذه تكحل شويه المرقه. هنا انا ما عنديش الان حطيت هذه، ولكن كي يكون عندك تاع العود حطي تاع العود. شوية تاع زعفران، لكن الأخت حبت تديرها صفخاني دي شابة خير. دوك إلا حبيتو ديرو تعملوها بيضة تقدروا ما ديروش تحتفوه، ما ديروش زعفران، حطوا خلوها بيضة، سواء طيبيها بيضة سواء طيبيها وديري لها شوية تاع الزعفران، شوية على راس المخرف تاع القهوة تاع خمارة باش القالب يطلع. والبيض حسب الشي اللي عندك، الكميه اللي تكون عندك. هنا راهم عندي ربع حبات نتاع بيض ضربناه، وما ننساوش السمن وشويه تاع الزيت، نحطوا شويه سمن وشويه زيت. والان نبداو في تحضير الكيفيه. ناخذوا طنجره، ناخذ الطرف تاع الدجاج، طبعا بعد اللي نظفتهم شويه نتاع النخل نقيوهم نشوطوهم شويه، ومن بعد نحكوهم مليح بالملح نشلوهم نخلوهم يقطروا دائما الدجاج هكذا خاطر عنده رائحه شويه قويه. ونحطهم هنا
ها نحطهم ونحط عليهم البصل كيما نعملو كاع الطواجن تاعنا. نحط البصل قلت شويه بزياده فوالا، نحط التوابل اللي هي ناخذ الملح، ناخذ شويه تاع الملح ها، ما نكثرش الملح باسكو ما نعملوش الماء بزاف، لازم تجي الماء ما نكثروش الماء بزاف، المرقه هذه لازم تجي شويه عاقده، دونك ما نعملوش الملح بزاف. ندوقوا من بعد ونشوفوا شويه نتاع الفلفل الكحل، شوفوا ما نعملش بزاف. ها واش نعمل فلفل كحل هكذا، قرفه ولا عندك العود حط العود احسن. وبالنسبه للاخوات اللي يحبوا يديروها صفراني معناها لون شويه اصفر، حطوا شويه، هذا مش زعفران طبعا ما نغلطوش، هذا فقط كولورون اليمونتير، زعفران ماشي هذا زعفران تاع الشعره وحده، هذا ما يعطيه حتى بنه، يعطي برك لا كولوراسيون للاطباق نتاعنا. فوالا نحط درك الان السمن، ناخذ شويه تاع السمن فوالا هكذا، وناخذ شويه زيت، ندير واحد تقريبا زوج مغارف تاع الزيت واحده، زوج مغارف ولا اكثر. الان قلت دائما ما نقلوش هكذاك، لازم ندير دائما شويه ماء، هاني ندير واحد تقريبا نص كاس تاع ماء ها هكذا. وراكم مثلا ممكن شتو انا ما درتش الطوماطيش، هنا ما نديرش طوماطيش في هذه الكيفيه، هذه جلبانه ما نحطلهاش تماما طوماطيش. اما بالنسبه للاخوات اللي موالف يديروا في الجلبانه طوماطيش، ما تقطعوها ما تلحوها، حطوا حبيبه قسموها على زوج، حطوها فقط باش دير البنه. الا كان درتوها صفراء، الا درتوها بيضاء ما تعملوش طوماطيش تماما. الان نخلي المغرفة لهنا، نديها فوق النار ونقليها، حطها فوق النار تتقلى. نحط هنايا هذا شويه قوي باش يساعدني، نقص فقط شويه ونحطها هنايا ونخليها تتقلى. هذاك الوقت نكون حضرت الجلبانه، ها هي كنا شللتها نقيتها وشللتها وحضرتها، نستنى فقط المرقه نمرق، وتعرفوا ان الدجاج ما يتطلبش وقت كبير، نخلي غير الدجاج شويه يغلي ونرمي الجلبانه ونخلي الجلبانه تطيب مع الدجاج. نمشي نقليها، ندي الماء ونمرق، كي نشوف الطنجره تغلي هذاك الوقت نحط الجلبانه. الو هنا نقليها، نحرك مليح ونقلي مليح ونخليها تتقلى، ها هكذا تتقلى، هكذا راهي تتقلى، نخليها تتقلى، نحرك هكذا فوالا، نزيد لها شويه باش تساعد باش نزرب شويه في التقليه، كي يكون عندي وقت ماذا بيا نقليها على نار هاديه ونخليها تتقلى بغرضها. هنا ما عندناش وقت سمحوا لي الاخوات، إذن بالصفة عليا باش نقليها على نار كمان قوية شوية، وهي في الحقيقة لا فوالا، نقلي هاني راني نقلي فيها، من بعد نمرق ما نديرش الماء بزاف، شوية فقط فوالا ونخليها. الآن واش ندير؟ نمشي نجيب الجلبانة بعد اللي نشوفها الغلية الأولى، ونرمي الجلبانة باش تطيب لي مع الدجاج. نورمالمون نخلي شوية الدجاج واحد العشر دقائق يطيب حتى ربع ساعة، ونرمي الجلبانة فوالا. هنا هاو بدا يغلي، بدا يغلي، نجيب الغطيوة و فوالا، راه بدا يغلي. هنا كي يغلي نخليه وقت العشر دقائق، هنا الوقت ما يسمحليش دونك نرميه
فقط باش تشاهدوا كيفاش نحضرها. نورمال جلبانه كيما طيبيها، فوالا نرمي الجلبانه هكذا ونخليها، نغطي عليها هكذا ونخليها هنا، ننقص النار ونخليها طيب في راحتها، فوالا نخليها. والان نشاهدوا كيفاش نخدموا من بعد، واش نعمل من بعد. الان انا نقصت شويه تاع تاع المرقه بالجلبانه كي طيبتها، اللي هي ها هي هنا، ها ها هي طيبه بها بالمرقه نتاعها، ها هكذا. دائما نقصوا شويه، نقصوا شويه باش نحطوه فوق الطاوله، فوق لاطاب، كاين اللي يحبوا يسقوا القالب، يسقوا القطعات هذو دوك تشوفوا نتاع الجلبانه. نقص شويه نتاع المرقه، نحتفظ فوالا، نقص منها شويه، هذه اللي نحطها في دونجين سوسيغ هذه، والاخرى دوك تشوفوا واش نعمل. باش الجلبانه دائما طوال الطبخ الجزائري غني بكثير، ونعرفه ان وعلاش غني، لهذا الشيء راجع للتاريخ نتاعه. نعرفوا هنا بلادنا مروا فيها عده حضارات، وهذوك الحضارات خلاو الدو منا ودينا منهم. اذا هذاك الشيء اللي الطبخ نتاعنا غني جدا ومتنوع جدا، ودائما لازم نحافظوا عليه، لخاطر الطبخ الفن الطبخ كان كل الفنون هو اللي يرمز الشخصيه والتاريخ البلاد، ما لازمش ننساوها. وراهو الطبخ تاعنا الجزائري راهو غني وتري سي اون كوزين تري زيلابوري، وشنو ماهيش معروفه بزاف في الخارج، باسكو حنا ما خرجناش، كنا في ثوره، كنا الان حان الوقت وين نعرفوا الطبخ نتاعنا على برا. اذا ها هو الطبخ الطبق الجلبانه كيما نحضروه نتاعنا، ها هو. دونك نوخره بجيه، والبيض اللي كنت دربته قلت كيما هنا الكميه هذه نعمل بها واحد ثلاث حبات بيض تكفي لارجمون. نفس الشيء اللي المرقه اللي طيب لهي هذه هي نحيتها وحطيتها هنا، هذه طابت، باش فقط نوريكم كيفاش الوقت ما يسمحليش باش نستناها تطيب، باش نفس الشيء نفس الشيء. وشنو نسمحوا لي نقص شويه على النار، فوالا نخليها على النار هاديه ونخدموا هذه اللي هي واجده. هنا ناخذ شويه نتاع الملح باش ما يجينيش صامت في هذاك البيض اللي نديرو، ونعمله هنا فوق هذا الجلبانه اللي طيبتها، ناحية الطرف تاع اللحم بعد نحمرهم باش نقدمهم، ونعمل هذا هذه هاني نخلط. ها شوفوا نخلطها مليح هاك، مليح 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 هكذا، ها شوف ها هي شوفوا كيفاش ها خلطتها مع البيض، ها ها هي. الان واش نعمل، نحطها هنا باسكو نسحقها. دونك ناخذ قالب هنا، هذا الاختيار نتاعي، دروك الاخت عندها اختيار تحب تدي القالب هذا، من بعد نشوفوها جاهزه تشوفوا كيفاش يخرج لنا القالب هذا. تحب تدي قالب نتاع لو مولا كيك، المستطيل هذاك مولا كيك، مولا كيك، ولا دير تدي لو مولا صافاغا اللي نديرو فيه المسكوتشو اللي ها مواسي في الوسط، وتاخذ مغرفه وتعمر نعمرو هادو هكذا. قبل ما نعمرهم سمحوا لي نجيب سنيوة تاع الكوشه، لخاطر نطيبه في الكوشه. قلت طاجين الجلبانه قلتها في البدايه، ولكن على شكل جديد فوالا. نحط هذا هنا خاطر كي نعمرو ما نجميش ترفديه هكذا يدفقنا، نحطوه هنا باش تجيني ساهل كي نرفده هكذا. دونك حذاري، وناخذ بالمغرفه شوفوا ها هاولا الخليط ها هو. دونك ناخذ المغرفه ونحط هنا ها هكذا هكذا، لازم نعمل فوالا هكذا، راكم تشوفوا تاعنا فقط، ونطوروه شويه، ما لازمش نلمسوا الحل الاصاله نتاع الطبخ نتاعنا، هذا غلط وانا ضد هذا الشيء.
ولكن فقط دي توش كالكو توش، لخاطر ما عندنا ما نحيو من الطبخ نتاعنا مليح وشباب ومتنوع وغني جدا على هالناحيه. لا لا دونك وشنو ندخلوا ليه اصلاحات؟ هذا ما كان بعض الاصلاحات خفيفه ماشي نحيه كامل نو. الو هنا هو الطبخ تاعنا فقط، ولكن بهذا الشكل افراد العائله يشوفوا شكل جديد. ممكن ما كانش ياكل كامل الجلبانه، كاين بعض الناس اللي ما يكونوش يحبوا خضره من الخضر، وكي تقدمها لهم على شكل اخر ياكلوا ويعجبهم، ويقول لك العين هي اللي تاكل ماشي دونك كي يشوفه يعجبه وياكل. هذا ما كان هكذا، ما نزيدوا فيه لا فرماج ولا حاجه اخرى نو، هكذا ايوه. الان هكذا دروك نحط هذا هنا، نمسح لو بورتور، ما لازمش نخلوه لا خاطر كي نخلو لو بورتور موسخ هكذا ولا فيه شويه تاع البيض ولا حلوه ولا راه يعطيه ان غو دو بروليه. دونك عمركم ما تخلوا الحاجه تدفق لكم هكذا، باسكو راهي تفسد لكم الذوق نتاع الكيفيه اللي تحطوها. هكذا عفوا هكذا نواسي هكذا، والان نحطوه في الكوشه ونخلوه يطيب على راحته. ناخذ هكذا بالعقل ونحطها حتى نشوفو كومين غاتو كيما نديرو لي باغ اكزومبل لي بابا ولا حاجه، تشوفوه يطلع دي بوتي بيسكوي دي بوتي سافار. هكذا نحطها هنا، هو غي تاعنا ها هو. نشعل واحد مدة ربع ساعة حتى تشوفيه حمار كيما البيسكوي، تشوفيه كي تشوفيه هاك تشوفيه بلي طلع، خاطر فيه شوية تاع لا لوفي والبيض تاني طلعو ويولي دوغي. هذاك الوقت الكيفيه تكون جاهزه. الان نمشوا فاصل ونرجعوا باش نكملوا مع بعض الكيفيه الثالثه. رجعت خواتي باش نكمل معكم الكيفيه الثالثه اللي كنت قلت لكم عليها في البدايه، اللي هي ليبانيز. ليبانيز هذه هي حلوه تناسب مع لاتاي في السهره، في السهره تاع رمضان طبعا. وهذه الكيفيه تعرفت عليها عده سنوات في تونس، ونشكر الاخت اللي عرفتني عليها. الان نجوزها لكم وتشوفوا مليحه بزاف وخفيفه. اذا بدون اطاله نبداو في المقادير لتحضير هذه الكيفيه. الكيفيه هذه نحضروها طبعا باللوز بالقشره، نص لوز ونص شويه تاع النوازات. الاخت ماشي ضروري باش تعمل لي نوازات، تنجمي تعمليها فقط باللي زاموند افيك بو، معناها اللوز ولكن بالقشره نتاعو، وتقدر تعملها كذلك بالكاوكاو. حاولي باش تحمصي شويه تاع كاوكاو وديري نص شويه تاع لوز شويه كاوكاو. اذا هنا انا نعطيها لكم الاصليه، اللي هي نحطوا اون مزيغ كيلا نتاع لوز بالقشره وكيلا تاع النوازات بالقشره. نعاود، كيلا لوز بالقشره وكيلا نوازات بالقشره، معناها الا كان خذيت هذه هنا عملت انا نص نوازات ونص لوز بالقشره. كيلا اون مزيغ تحطيها تاع لوز واون مزيغ نتاع نوازات بالقشره، ولا الشيء اللي عندك، كل اخت تعمل الشيء اللي عندها. نحطوا لها هنا نص الكيلة نتاعها، نص الكيلة تقريبا ما نقولش كاع نص، اقل من نص الكيلة، اللي هي واحد 60 غرام نتاع سكر غلاس. 60 غرام لهذا لا ميزور اللي راكم تشوفوا فيها، عملت لها 60 غرام اللي هي زوج مغارف تاع ماكله نتاع سكر غلاس، مغرف تعادل 30 غرام. إذا هنا ناخذ زوج مغارف، بدا بلا ما توزني حطي زوج مغارف تاع سكر غلاس، لخاطر من بعد نعملوا لها السيروم. نحطوا لها نفس الشيء اللي هي زوج مغارف تاع زبده فوندو اللي هي ذايبه. هنا راني حطيت زوج مغارف معمرين تاع زبده وذوبتها، ها زوج مغارف.
ولد تزين باش نزينوها نحطوا لها حبيبات نتاع نوازات ها هما بالقشره، او لما ما عندكش نوازات تحطي حبيبه تاع اللوز او حبيبه تاع الكاوكاو شي اللي عندك، ونعملوها بالديول. هنا عملتهم باش ما باش ما ينشفولكش الديول، نقطعوهم هكذا مربعات هكذا، كل حبيبه نعملوا لها ثلاث زوج مربعات، عفوا ثلاث مربعات، ونعملوا شويه نتاع الزبده بين كيما البقلاوه، كل طبقه نعملوا لها بالبينسو شويه تاع زبده، ونزيدوا الطبقه الاولى الثانيه ونزيدوا الطبقه الثالثه باش نعملوا العقده. نعملوهم هنا ها هما كاع مقطعين، ونقطعوهم كبار على المول، ها هو المول اللي نخدموا به، هذا هو المول تاع ليبانيز، ها هما دي بتي كاري ها هما وينها، ولكن هي تعملوها شويه كي شوفوا الحجم نتاع كيفاش تعمل. بعد كي ندخلوها بالمقص نحيولها ها دوك نشوفوا نخدموها وتشوفوا كيفاش نخدموها. نعاود نغلق عليهم باش ما ينشفوليش. ها نحط لهم هنا، ونحضروا سيرو نحطوا كاس معمر نتاع سكر عادي ها هو، ونحطوا له كاس نتاع ما، وما ننسوش نحطوا لهم شويه تاع ما زهر. نقدر نجيب الما زهر، والاخت اللي تحب تعسلهم ما يجو شويه ثقال، انايا نفضل باش ندير لهم سيغو، والخت اللي كان تحبوا تعسلوهم عسلوهم، ولكن انا نفضل تعملوا لهم سيرو، يجيكم لا ليبانيز تجيكم خفيفه. والان بلا ما نطولوا نبداو بسم الله في التحضير هذا الحلوى الخفيفه. ناخذ الكيله نتاع اللوز بالقشره، وكيله نتاع النوازات بالقشره او الكاوكاو او لوز، ما تعمليش كاع النوازات تحطي فقط لوز بالقشره، لازم يكون بالقشره، وترحي هكذا ما ترحيش رقيق بزاف، شويه خشن شويه حاكم روح. نحطو هنا شو ما فيهاش بزاف الاشياء، نحط لها هاوينا قلت زوج مغارف لهذا الكيله، حطيت لها زوج مغارف نتاع سكر غلاسي، الا الكيله كبيره حطوا لها اكثر. فوالا نحطهم هنا، ونخلط اللوز مع والبندق بيان سور مع السكر، نحطهم مع بعض هكذا. من بعد نحط لهم الزبده ذائبه، نبسسهم بالزبده ذائبه، هنا كثرت شويه باش ندهم هنا ندهن هذيك العقده قبل ما نديرها في الليمول هكذا. خلطها كما تشوفوا ما تاخذش حاجه كبيره، فوالا ها شوفوا ها هكذا شوفوا، وندير لها رشه فقط نتاع الما زهر، رشه فقط ماشي بزاف تاع ما زهر، فوالا ونخلط. دوك نشوف كي نخلطو نوريكم، لازم تجي حاكمه روحك كي تشغل البقلاوه، ما لازمش تجي بزاف جاريه، فوالا ها هكذا رشه خفيفه. ها الان ناخذ ليمول ها هما، نحطهم هكذا ندون بيد ما تسيرو، سيرو نورمالمون نحطوه فوق النار ونديه يطيب، انا راني نخدم في يدي، ومن بعد في الكوشه نحط السيرو دوك نحطوه هنا باش نجو نطيبوه، وندورو له كذلك شويه تاع الما زهر. واخرى عبديه ناخذ هذه هنا، يخصني هذه يخصني ان بانسو، فوالا ناخذ ديول ها هم، نبدا بالحبة الاولى ها هي، نحط الاولى نحطها هكذا شوف توسو هكذا، تحطوها لداخل داخل المول هذا هكذا، توسوها مليح بصباحكم هكذا. من بعد تاخذوا بانسو وتدهنوها هكذا، ديروا مليح بالبانسو لداخل كي شغل البقلاوه كيما نعملوا البقلاوه هكذا. ونحط هنا الورقه الزوجه ثلاث وريقات في كل حبيبه تاع الحلوه، هذه الطبقه الثانيه هذه الطبقه الثالثه والاخيره
ها هي وهنا نعمل هكا بتجيني سهله باش ندخلها وهنا نطلقها. كي الباق لاوا فوالا هكذا نحطها هكذا وسيب نضغط بصباعي شويه بلا ما نقطع الديول هكذا هكذا وناخذ المغرفه وناخذ كميه هنا في الثالثه عندي نعمل لا فاخس هكذا فوالا هكذا وناخذ المقص ها هو ونقطع هذا اللي راه جاي الفوق نقطعه نخلي شويه برك ماشي كامل للتحت نخلي شويه فوق المول ها شوفوا ها نقطع ها اللي جاني راه بزاف هاني نقطعه وندور هكذا فوالا ونعاود نضغط عليها مليح باش الشكل تاعها يجي جميل هكذا. ومن بعد ناخذ حبيبه نتاع نوازيت ونحطها هنايا ولا خفت باش تنحات نجمو تغطسوها في شويه نتاع البيض وتحطوها راكم تحصلوا على هذه فوالا. ونحطهم هنا باش نطيبهم في الكوشه نزيدوا الثانيه فوالا ناخذ ودائما تغطوها هكذا باش ما يشفلكمش شوفوا ها نعمل هكذا نعمل هكا ما كان له ما تدهنه ما والو تتنحب فاسيلما فوالا هكذا نحل بصباعي هكا وبواسطة الغلو البانسو باردون الوغ نواسي هكذا نحط هذا هنا نعمل الثانية صافا فيت من بعد تاع توالفو فوالا هكذا دخلوا الثانية ثلاثة في كل حلبة تاع الحلوة هكذا ونزيد نوسيها هكذا هكذا ونزيد الثالثة والأخيرة ثلاثة في كل واحدة فوالا نوسي هكذا نحطها هنا هكذا هكذا فوالا 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 مليح لازم فوبوغي بيان هكذا نحطها هنا ودوك ناخذ لا فارس ها هي شوفوا كيفاش من ترحيوها ما ترحيوهاش رقيقه بزاف تخلوها شويه خشينه ها هكذا وتحطوا هذه لا فارس غادي تهبطها تهبطها هكذا نزيد شويه فوالا لازم ديروها كامل كيكي ومن بعد بالمقص نحط نشدها هاك ونمقص هكذا ونخلي شويه نخلي واحد 2 مليمتر 3 ما لازمش تمقصوها حتى التحت ما تجيكمش شابه خلوها شويه طالعه دونك تشوفوها كيفاش نقدموها لكم وتشوفوا كيفاش طالعه تجي شابه خير فوالا نوسوها هكذا هكذا ونديروا لها حبه نتاع نوازات فوالا ها نزيدوا حبيبه ومن بعد تواصلوا تتكملوا كل الكميه ناخذ حبيبه واحده نزيدوا الاخيره ها هي وي هذه ها هي ها هي ماشي هكذا من بعد نزيد الزبده هكذا ندخلها كذلك ونتشد هاك باش يقعدوا كاع واقفين الفوق هكذا نزيد هكذا الثالثه والاخيره هكذا فوالا ومن بعد ندير لها لافارس نتاعها هكذا نحط الحبه نتاع النوازيت ونزيد نمقص هذا لو سيربلو له الفوق نمقصو ولكن ماشي كاع مع الطرف باش تجيكم شابه لازم ديول يكونوا شويه عاليين باش تجيكم كومي فلور تجيكم كيما الوريضه فوالا هكذا حتى تكملوا
كل الكميه اللي عندكم نحطها هنا فوالا ها هي نوريه لكم ها ها هما فوالا ها ها هكذا هكذا وتواصلوا حتى تكملوا كل الكميه اللي كنا شلنا. والان نحطوهم في الكوشه على درجه متوسطه واحد العشر دقائق ما تجوش لخاطر عندنا غير العقده اللي طيب الديول ما يرفدش الطياب. ومن بعد انتم راكم طيبوا في السيرو كي تنحيوها من الكوشه تخلوها تبرد شويه هي لازم تكون بارده شويه تياد وتديروها وتحطوا عليها السيرو باش ما تتعلق الكوش ما ديروهاش سخونه وتسيرو سخون. هنا نديروها في الكوشه درجه الحراره تكون متوسطه هكذا حتى تشوفوا حمارت وديروها تقريبا واحد العشر دقائق كفايه. رانا كملنا الكيفيه نمشوا فاصل ونشوفوا مع بعض الكيفيات الثلاثه اللي حضرناهم مع بعض. اخواتي المشاهدات كملنا مع بعض الكيفيات في ثلاثه كما وصلتهم كما شفتوهم حضرناهم. نذكركم فقط حضرنا الكيفية الأولى اللي هي عجينة الشامبينيون لي كوكير دو شامبينيون. حضرنا الكيفية الثانية هي عبارة على طاجين الجلبانة على في الأكل طبق جزائري ولكن على شكل جديد عملناه في دي مول أون مولي هذاك درنا البيض وأون مولي ورانا حصلنا على هذا الطبق هذا هو قدامكم. والطبق الثالث الكيفيه الثالثه هي عباره على حلوه تاع السهره ليبانيز اللي راهم كذلك قدامكم. تقبل الله صيام الجميع والى اللقاء في حصه القادمه باذن الله.